قبل سنتين في حصة الإنجليزي كان لازم كل واحد من الطلاب يقرأ قصة. كل ما يقرب دوري أكتر كل ما أحس بالخوف أكتر، ما أدري من إيش. جات دور علي وحسيت أني ما أقدر أتكلم، أحاول بس ما أقدر، بس كده فاتح فمي من غير ما يطلع أي صوت. قعدت دقيقة كده من غير ما يطلع أي صوت، وأكيد لاحظت أنه كل اللي حولي بيطالعوا علي، بس أنا مو كنبة، طويلة، بيضة، نحيفة. بنتكم تبى تتوظف؟ بالله ما أعرف ليش، بس أنا أشوف موضوع الزواج في بلدي شوية غريب. يتقدموا الناس ويبدأوا يسألوا ألف سؤال وسؤال عن شكل البنت. العمر 27 عاما، الجنسية سورية، محل الإقامة ترحال دائم في بقاع الأرض. كل واحد فينا يحسب نفسه مدرك الدنيا، وبالتالي يقعد منغلق على نفسه. المؤمن فاهم الدنيا على إنها دنيا وآخرة وجنة ونار، والوجودي فاهمها على إنها كون فارغ نعوم فيه بلا هدف، والكل على أكمل يقين إنه مفهومه هو الصح. خطأ. منذ طفولتي ولدي شغف لمساعدة الآخرين من حولي، كنت دائما أتواجد لمن يحتاج المساعدة، وخاصة لمن هم من المقربين. كل شوية أحس إنه التوتر يزيد، إنه العيون بتلتفت، إنه الهمس بيعلى. بعدين تجي الأم وتجي كم وحدة معاها تختار إذا أنا مناسبة ولا لا. بدأت قصتي منذ أن قرعت الحرب أجراسها في بلدي الحبيب، ولأني الفتاة الوحيدة في المنزل كان هروبي للخارج أمراً لا مفر منه. ألم الأستاذ مشى دوري من بعدها ولمدة سنتين وأنا أعاني من التأتأة. سنوات عدة مرت فاخترت الطب مجالي في الدراسة. شعرت أنه الطريقة الوحيدة لمساعدة الناس. طب المضمون والشخصية والتوافق، العوامل الأساسية اللي تجمع بين الطرفين، ليش ما نحط الزوج والزوجة في الاعتبار؟ أنا قررت أنه أتحلى بشوية شجاعة وأشارك أفكاري. أنا هنا دائما ما أشارك لأنه غالبا فكري مرفوض. أنا أيضا راقصة، أحب أن أعبر عن نفسي من خلال الحركة. الرقص لغتي الأولى، فيها أسلم نفسي بين يدي الوقت والمكان، من خلالها أرتبط بالآخرين. أول وجهة لي كانت إلى لبنان. أغلب الوقت أتأتأ مع الناس اللي قدي واللي أكبر مني، مع الناس اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم. جربت كم حاجة زي أني أتكلم بهدوء أو أني أقرأ لحالي بصوت عالي، لكن الطرق هذه ما نفعت. ليش نحن عندنا دي العقد؟ ما أعرف، نفسي يكون الموضوع أبسط من كده. تعبت من الناس اللي تجي تختار
كأنها بتختار كنبة لغرفة الجلوس، ثم إلى تركيا ومصر. بدأت أعطي حصصاً في الرقص لبعض من السيدات، الطاقة التي نتشاركها لا توصف. طريقة النساء في ترجمة خطواتي تكفيني تواضعاً. أراهم يغادرون في سعادة، أنظر فأرى نفسي سعيدة، ولكني بدأت أقابل ناس وأشوف أنه كثير شباب في عمري منفتحين ومتقبلين ومرحبين للنقاش. بعد ما كلمت أبوي عن الموضوع صار يجيني أخصائي تخاطب مرتين في الأسبوع، يعطيني نصايح وتوجيهات. وماليزيا، أنا مو كنبة، أنا إنسانة. شكراً لكل من وضع نفسه ولكل من وضعت نفسها أمام انتقادات الآخرين. شكراً على هذه الشجاعة اللي منها بستمد شجاعتي. أنا الآن أمام مفترق من الطرق، أن أستمر فيما يسعدني بالرغم من سعادة أمي وأبي، أو أن أستمر في الطريق الذي مهدوه لي في مجال الطب والصين وإيطاليا حيث استقريت بها. أما عن الخسائر، $200 وبعضا من الكرامة. أشعر أن التأتأة خفت بشكل كبير. دحين أحس بس أبغى أتكلم، ما أعرف أنهي المواضيع، بس خلاص يعني أنا كده خلصت. هذه قصة عادية جدا، ولكن إيش فيها؟ كلنا ناس عاديين في النهاية. مو مهم تكون قصصنا خرافية، العادي هو قصة اليوم.